محاد كلا سعطا هولقالك سومالي لان لغفلنا ايو اي اسكا كاشان ايان شركدة تيلسو معارضك سومالي لان ايو دولدة سوماليا قدوميها شركدة تيلسو عبد الكريم محمد ايدو خطك تيلفون كاكولاسو حريري عبد الرحمن عرويو فيصل علي ورابي محاكسو بحي كلان كوده وربيحين تيهنن ايو نداها كغرهو قدونا تلابو ينكردن اهن نبت قليد ايو ذا شركة سومالي لان واي شركدة تيلسو مقعانتا كلا جرتو قدوميها شركدة تيلسوم عبد الكريم محمد ايدو كسوغن مقالدة ابو الدبي ودن كإمارات كعربتا ايا خطك تليفون ككولا حريري وكولان كولا قاتي قدوميها حسبقا معارض كاهي وعودن جنر فيصل علي ورابي ايا مشرح مدحويني حسبقا كلاي معارض كاهي وداني عبد الرحمن محمد عبد الله عيرو وحنا وقوه الرين بسيدة ايلو حقو قالي انو حقيقيين كبو قادي ايقوان كي اي قاتيني كغسو هرچي هستين حكومة دا سوبالي لان sidoo kale waxay saddexdan mas'uul kulankooda dhinaca khadka telefoonka ahaa kaga wada hadleen si aan baqaadka qodobadii ay kulankoodii hore ku heshiiyeen oo qaarkood la fuliyay iyo waliba talaabooyin muhiim u ah inay waqtigan xaadirka ah mucaaradku ka qaadaan gudaha Soomaaliland waxaa jira taqdiid isku xiran oo saddex geesood oo ay qayb ka tahay Telesom oo ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn Soomaaliland صدح دن مسؤولي خطك تليفون كاكوة ده هيدين اي خورينا كولان كو اردح مرايه ايا اي حسد مدان تهيين اي اسكو ديگان يهي سيدا اللو ده اوغي هاي شركت دن ايا فرعيه ده كالي لو يقان ناه هرمود وحنا اي ودن كا سوماليا وقا بلسان تهيدين عا تليفون نادا يدو اي وده شقين لي يهين هرمود ايا سيدا او كالي تلسوم كواسي او اسكو شركت اونا وحنا اي سوماليا او صور دحمر تا هول قلادة اي كفلو نيسو سومالي لاني يهد بعيدة اي دون اي سوين اي كتاق ارتقو داها دالكا يدو وقت غان حادر كا تقديد كسدح جيسود كا اهي اسكو حران اي كموريا دا سومالي لان كسو وچهاني اوي هاي تلا سوم معارض كا ايو دولة دا سوماليا حكومة دا سومالي لان ايا الگارا كو هاي سادق نقاق اي ودان سدح دان قعمود اي وقت غان حادر كا سومالي لان افكا اي سوساري shirkadda tani ayaa waxay heerkan ku soo gaadhay dhaqaalaha iyo sidoo oo kale lacagaha ay ka gureeyso shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay ahayd inay nabadgelyada iyo jiritaanka waqtigan xaadirka ah jamhuuriyadda kaga qayb qaadato maxaa ku kalifay ayaa kugu soo degdegaysa su'aasha ah mucaaradada xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo inay shirkadda Telesom dhanka noqoto qadiyada jamhuuriyadda Soomaaliland warbixineena soo socda ayaynu sira badan daah kaga rogi doonaa oo ku aadan shirkadda Telesom ee waqtigan xaadirka ah gudaha Soomaaliland ka jirta